مرحبا أصدقائي، يا رب تكونون بخير. اليوم عندنا ردة فعل أحد المتابعين اللي يحب ميمي. خلونا نشوف شنو كانت ردة فعله على الهدفين المميزين اللي سجلهم ميمي. يلا خلينا نشوف. شو هذا يا ميمي؟ شوفوا اللاعب العراقي ميمي، عرضية من اللاعب من الفريق السيرية، لمسات سحرية، 1 2 3، الله يعود الكورس، والله يا ميمي، شوف ميمي، الله، شو هذا اللاعب المتواضع، يا رب عليك يا ميمي، والله إن اسمك ميمي، اسم على مسمى، الله 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 يا ميمي، أحلى أهداف الدوري حتى الآن، يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا ولدي، الله 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 الله، وهذا هو ميمي يا شباب، هذا هو ميمي، هذا اللاعب العراقي المشهور، هذا هو ميمي، هذا هو ميمي، يا رب عليك يا ميمي، الله الله الله، الله 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 يوفقك يا ولدي، الله يوفقك يا رب، يا الله يا الله يا الله، هذا هو ميمي يا شباب. باكورد، شو هذا يا ميمي؟ والله انك متواضع، باكورد، ميسي ما سواها لنا الحين، الله عليك يا لاعب العراقي، الله، شو الحركة يا ولدي، الله الله الله، الله عليك يا ميمي، باكورد يا شباب باكورد، شوف الأرضية، شوف، الله الله الله، ميمي يا رباه يا رباه، شفت الباكورد؟ شفته بالله، حرام هذا يلعب دوري قطري. وجه كلمه للمتابعين، وجه كلمه للمتابعين، السلام عليكم يا اعزائي واشقائي واحبابي وامهاتي وابائي، ارحب فيكم، انا هو يا رباه، اعطيهم يا رباه يا رباه، شو هذا؟ مع السلامه.